أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت، نستهلها بأبرز العناوين. الرئيس العليمي يقول إن اليمن ينشد دعما مصريا منسقا مع السعودية والإمارات لإعادة إعمار المحافظات المحررة. المبعوث الأممي يشيد بتجاوب الحكومة مع الجهود الأممية لتثبيت الهدنة الإنسانية في البلاد. العملة الوطنية تنهار من جديد أمام العملات الأجنبية، ومخاوف بين المواطنين من غلاء جديد في الأسعار. ومحافظ شبوة يطلع على سير تركيب وتشغيل 10 ميجاوات إضافية لمحطة التوليد بمدينة عتق. ومن الإيجاز إلى التفصيل، أهلا بكم. خلال زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس رشاد العليمي ونوابه إلى مصر ضمن الجولة الخارجية التي يقومون بها، أشاد العليمي بالتجربة العمرانية المصرية في تخطيط وتصميم العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة نوعية ضمن ما يسمى بمدن الجيل الرابع التي تدار بمنظومة ذكاء متكاملة. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته لمشروع العاصمة الإدارية المصرية أهمية الاستفادة من النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر وحاجة اليمن لمشاركة مصرية في إعادة إعمار المحافظات المحررة. وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك القوات الأمنية بالالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة بمحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها واحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن وفق سياقات القانون وأطر العدالة. وأكد معين عبد الملك لدى لقائه في عدن وزير الداخلية إبراهيم حيدان وعددا من قيادات الوزارة أهمية تطوير وتفعيل الجهد الاستخباري في عمل وزارة الداخلية، وأن يكون من أولويات عملها من أجل تدعيم الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة. اطلع رئيس الوزراء من وزير الداخلية على تقرير حول الأوضاع الأمنية والجهود المستمرة لضبط الأمن والاستقرار واحتياجات الوزارة اللوجستية لتعزيز دورها في القيام بواجباتها، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط مرتكبي جرائم التقطعات. أشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ بتجاوب الحكومة مع الجهود الأممية لتثبيت الهدنة الإنسانية وتقديمها التنازلات الهادفة للتخفيف من معاناة اليمنيين. وأكد جروندبرغ خلال لقائه في نيويورك المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي التزامه بمواصلة العمل من أجل التنفيذ الكامل لبنود الهدنة، وفي مقدمتها فتح الطرق في تعز والتي تعتبر خطوة مهمة في طريق السلام الشامل والعادل والمستدام. من جهته جدد السفير السعدي حرص الحكومة على دعم جهود المبعوث الخاص رغم ما تبديه جماعة الحوثي من تعنت وعدم جديتها في الانخراط الإيجابي مع هذه الجهود. وكان المبعوث الأممي هانس جروندبرغ قد أعلن في 2 أبريل الماضي دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ لمدة 2 شهر، ثم أعلن تمديدها لـ2 شهر آخرين على أمل الوصول لتثبيتها وإحلال سلام دائم. لكن كيف يرى المواطنون واقع هذه الهدنة ونتائجها وتأثيرها المباشر عليهم؟ مراسلنا من عدن رصد آراء عينة من المواطنين يمثلون فئات مختلفة، نتابع. لا شك أن الهدنة الإنسانية أو التوافق على هذه الهدنة التي يعني مضى عليها 2 في المرة السابقة وجرى تجديدها بـ2 آخرين جاءت بعد ضغوط أممية مستمرة، ويعني كان هناك ضغوط أيضا محلية من يعني المواطنين نتيجة المعاناة المستمرة جراء الحرب. حققت الهدنة بعض أهدافها في أنها يعني أوقفت كثير من جبهات الحرب المختلفة، خففت التوتر بنسب كبيرة، لكن استمرار الخروقات والانتهاكات من قبل الحوثيين يهدد هذه الهدنة ويجعلها عرضة يعني للخطر في أي مرحلة قادمة، خاصة إذا لم يعني تجنح ميليشيات الحوثي للسلام بشكل كامل، إذا لم تلتزم بما تم التوافق عليه سواء ما يتعلق بالهدنة أو أي اتفاقات قادمة، لأن يعني ذاكرة اليمنيين تحتفظ ب
يعني سجل سيء عن هذه الجماعة أنها لا تلتزم بالاتفاق. بالنسبة للهدنة الإنسانية رغم مرور أكثر من شهرين على هذه الهدنة، لكن هي لا تزال مجرد وهم في رأس المبعوث الأممي، ليس لها أي يعني وجود على الواقع. وأكبر دليل على ذلك هو أنه الحصار المفروض على محافظة تعز لا يزال كما هو، لم يتغير فيه شيء، بل أن هناك تشديد للحصار. فالهدنة كان من الأصل أن يكون من ضمن نفوذها فتح الطرقات وبالذات الطرقات والمعابر مدينة تعز، لكن للأسف حتى الآن لم يحدث شيء، وهذا يدل على أن الهدنة لم تحقق أي شيء، مجرد يعني كلام في وسائل الإعلام وليس لها أي وجود على أرض الواقع. الذي استفاد بشكل كبير من هذه الهدنة هو الحوثي، لأن مطار صنعاء افتتح، المساعدات الإنسانية دخلت من الحديدة، لكن في المناطق المحررة من الشرعية ما زالت المعابر مغلقة، ما زال المسافرين يعانون من الطرقات، ما زال المواطن يعاني من الوصول إلى المنطقة التي يريد الوصول إليها، يستمر الساعات الطويلة من أجل أن يصل مسافة كانت لا تتجاوز الخمس دقائق. هذا من ناحية الطرقات، أما من ناحية سواء السلع غير ذلك لم تنقص ولم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى المواطنين. الهدنة الإنسانية كانت خطوة إيجابية في إيقاف الحرب التي استمرت ما يقارب من 7 سنوات، ولكن للأسف الهدنة الإنسانية لم تطبق على جميع الجبهات بشكل جيد، حيث أن المواطن ما زال يعاني من الوضع الاقتصادي المزري، وكما يعاني من إغلاق الطرقات. والله الهدنة نحن نقول شبه مليحة، نقول أن الهدنة بين الأشقاء وبين الأخوان بشكل جيد، لكن نشوف أن الأوضاع زي ما هي من ناحية الكهرباء، من ناحية الغلاء المعيشي، من ناحية ارتفاع الدولار ولا الريال السعودي مكانه وازمه. والله أتمنى أن البترول والدولار والريال السعودي دول بينما الأسعار تبقى زي ما هي، لكن الأسعار مكانها ترتفع في غلاء. الهدنة الإنسانية التي أبرمت بين الحكومة المتربية دوليا وجماعة الحوثي لم يكتب لها النجاح، كون الخروقات يومية، وهذا ينافي للمعنى الحقيقي للهدنة. للأسف الشديد الحوثي لم يلتزم في هذه المخرجات، وأصبحت الأزمة الإنسانية قائمة. الأزمة الإنسانية باختصار شديد لم تفيد المواطن اليمني في شيء. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية ارتفاعا جديدا هو الأعلى منذ الإعلان عن وديعة سعودية إماراتية عاجلة لليمن عقب إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. وبلغ سعر الدولار الواحد 1125 ريالا في محلات الصرافة بعدد من المحافظات، بينما بلغ الريال السعودي نحو 300 ريال يمني، الأمر الذي زاد مخاوف المواطنين من ارتفاع أكثر في أسعار السلع والمواد الغذائية. هذا وأعلن البنك المركزي اليمني نتاج المزاد رقم 2022 لبيع عملة أجنبية والتي أعلن عنها يوم الأحد الماضي، حيث بلغ سعر الدولار في المزاد 1075 ريالا يمنيا للدولار الواحد. وكان سعر الدولار في المزاد رقم 23 في الأسبوع الماضي 997 ريالا يمنيا للدولار الواحد. التقى نائب رئيس مجلس النواب محسن بصرة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، واستعرض معه الجهود والمهام التي يقوم بها مجلس النواب خاصة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. وفي اللقاء عبر بصرة عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني الدولي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومجلس النواب في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد. وقال بصرة أن الممارسات الحوثية العدائية طالت أعضاء مجلس النواب وعددا من الصحفيين والناشطين، مؤكدا أن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات حرصا منها على إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. من جانبه أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي موقف الاتحاد إلى جانب الشعب اليمني وأمنه واستقراره ووحدته، وتقديم كل المواقف الداعمة والمساندة لليمن ولمجلس النواب، مؤكدا ترحيبه بالدعوة لزيارة العاصمة المؤقتة عدن خلال الشهر القادم وحضوره جلسات المجلس.
اطلع محافظ شبوة عوض العولقي على سير الترتيبات والتجهيزات الجارية حاليا في محطة كهرباء عتق لتركيب وتشغيل قدرة التوليد الإسعافية الجديدة للمحطة البالغ قوتها 10 ميجاوات. وجه المحافظ المختصين بتفعيل وتيرة العمل في ترتيبات وتجهيزات تركيب وتشغيل القدرة التوليدية الجديدة وبما يمكن من إنجازها بصورة سريعة، منوها إلى أهمية ذلك في تخفيف معاناة المواطنين في الطلب على الطاقة الكهربائية خصوصا في فصل الصيف، مؤكدا اهتمام قيادة المحافظة بالمتابعة المستمرة لعملية تركيب وتشغيل المولدات الجديدة ومعالجة وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل. في عدن اطلع وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد لملس على التصورات والدراسات الأولية لعدد من المشاريع التنموية الخاصة بتحسين مدينة عدن وتأهيل المساحات الآمنة والمتنفسات العامة. واستمع لملس خلال اجتماع بعدن إلى شرح موجز عن الدراسات والتصور الأولي لمشروع تأهيل وتطوير كورنيش ساحل أبين بطول يزيد عن 2300 متر. ومن المقرر أن يحتوي على منشآت سياحية وترفيهية ورياضية منها ناد رياضي وملاعب لكرة القدم ومنشآت لألعاب الأطفال ومطاعم وكافيهات ومسارح عرض ومواقف سيارات ومساحات خضراء ومساحات لجلوس العائلات وخط جلوس على البحر وممرات للمشاة، بالإضافة إلى منصات عرض لذوي المواهب والعروض وممشى رياضي على طول الكورنيش. وأشاد وزير الدولة محافظ عدن بتصاميم المشروع الذي سيمثل متنفسا إضافيا لأبناء المدينة، معبرا عن سعادته بما شاهده من مكونات المشروع الترفيهية والرياضية والتي تظهر الجمال الحقيقي لمدينة عدن. في إطار الخطة الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية للدفاع المدني بالمكلا، تفقد المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت مطيع المنهالي بمعية المدير العام لمديرية المكلا صالح العمري مشروع إنشاء فروع ومراكز إطفاء بمنطقة روكب بويش واديس المكلا وفوة القديمة، وذلك لسرعة الاستجابة الفورية للحد من الكوارث. واطلعوا على ما تم إنجازه خلال الفترة الزمنية الماضية ومستوى سير العمل لتسليم المباني في الفترة الزمنية المتفق عليها، ومن ثم البدء في تجهيزه وفق المتطلبات المعمول بها قبل الدخول للمرحلة التشغيلية، مؤكدا أنه سيكون إضافة كبيرة لقطاع الإطفاء والإنقاذ كمراكز اختصاص أو مركز دعم وإسناد التزاما بتطبيق استراتيجية الدفاع المدني في الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها. خسر المنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره المنغولي بهدفين نظيفين في إطار الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية للتأهل إلى كأس آسيا 2023، وأقيمت المباراة على ملعب المركز الرياضي بمنغوليا، وكان المنتخب الوطني يحتاج نقاط المباراة لضمان التأهل الصعب وبفارق أكثر من 3 أهداف للتأهل على حساب المنتخب الفلبيني صاحب المركز الثاني ب4 نقاط، ولكن تلقى خسارة جديدة أخرجته من البطولة كمتذيل للترتيب. وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام المنتخب الفلسطيني بخماسية دون رد، وعليه فقد تأهل منتخب فلسطين ب9 نقاط كأول المجموعة الثانية متأهلا إلى كأس آسيا بتلك النتائج. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس العالمي يقول إن اليمن ينشد دعما مصريا منسقا مع السعودية والإمارات لإعادة إعمار المحافظات المحررة. المبعوث الأممي يشيد بتجاوب الحكومة مع الجهود الأممية لتثبيت الهدنة الإنسانية في البلاد. العملة الوطنية تنهار من جديد أمام العملات الأجنبية، ومخاوف بين المواطنين من غلاء جديد في الأسعار. محافظ شبوة يطلع على سير تركيب وتشغيل 10 ميجا واط إضافية لمحطة التوليد بمدينة عتق. في ختام هذه النشرة التفصيلية تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. دمتم في أمان الله.